اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في بلد الامريكان. وانا النهارده داخله جوه بقى، مش قاعده بره، يعني عشان الجو حار النهارده، فانا قاعده هنا. دي شويه نصايح للناس اللي جايه جديد او للمهاجر الجديد بشكل عام. يعني المهاجر الجديد اول ما تيجي ما تفكرش، اول حاجه اوعى تفكر في حاجه اسمها مساعدات. اوعى، انا ما بقولش مساعدات زي التامين الصحي. التامين الصحي ممكن تعمل ابلاي عليها على حسب طبعا الدخل بتاعك. في بعض الولايات بتدي التامين الصحي سبيشال، لو عندك اطفال كمان بتدي فور فري، او بيديك زي اللي هو الميديكيت او الميديكير، يعني الحاجه منهم. يعني ده الحكومه اللي بتديه في بعض الولايات، مش في كل الولايات، لان بيبقوا اقل من السن وانت كمان مبقاش دخلك عالي. فده الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تستفاد بيها. لكن ما تجريش على الاي بي تي، ما تجريش على السكشن ايه بتاع الشقق ده لو انت مش مقرر انك تشتري بيت. لو انت مقرر انك تشتري بيت في المستقبل بلاش الحاجات دي، دي هتضرك مش هتفيدك. لكن لو انت مش فارقه معاك حكايه البيت ممكن تعملها. بس اللي انا بشوفه كمهاجر وعلى اغلبيه الجروبات اللي احنا بنشوفها، اول سؤال، انا معايا السوشيال، معايا الجرين، معايا الجنسيه، ايه حقوقي؟ طب ايه واجباتك؟ احنا ليه ما بنقولش على الواجبات، بنقول على الحقوق، على الحقوق بس. اللي بلاحظه ان الناس كلها عندها فكره ان انا اجي اخد مش اجي ادي. على فكره يا جماعه انا هقول لكم على حاجه، البلد دي مش كده، البلد دي مش كده خالص. البلد دي يعني انا افتكر ان كان مرة من المرات مقدمين لطنط مامي تاني على تأمين صحي، يعني ما كانش عندها تأمين صحي. فهو جه كده في نص الورقة قال ايه؟ انت مش بنفس اللفظ كده، يعني بما معناه انت ما اشتغلتيش هنا وما لفتيش البلد في حاجة، فالبلد مش هتديكي تأمين صحي. وعلى فكرة فيرجينيا من الولايات الصعبة اللي ما بيحدش بياخد فيها تأمين صحي. فخلوا بالكم من دي. غير ان حد بقى عنده فواتير والكلام ده، انا سامعاه ان انت عندك فواتير او حاجه عليك على الميديكير، ما تقدرش تبيع البيت غير لما بياخدوا الفلوس دي في بعض الولايات، مش كل الولايات. اوكي، دي حاجه. طيب الحاجات دي من اهم الحاجات اللي انت بتيجي تشوفها اول ما انت جاي جديد، ما تجيش تعتمد على المساعدات. تاني حاجه، ما تجيش تعتمد على حد. اللي هيستقبلك هيستقبلك، هيقعدك هيقعدك، الناس تساعدك في البداية، لكن ما يبقاش حاجة يعني كل يوم. لا، النهاردة بيساعدك في السواقة بكرة مش هيساعدك. فانت اول حاجة تعملها تتعلم السواقة. النهاردة اللي بيساعدك في ترجمة حاجة مش هيساعدك بكرة برضو. فانت لازم يعني تزبط نفسك ان انت ما تحتاجش لحد. وهنا يا جماعة البلد هنا لقيني ولا تغديني، عارفين انتوا الكلام ده اللي بيقولوها؟ يعني الناس مش فاضية، الناس مش فاضية، الناس مش هنا، احنا في رتم حياة سريع، فاللي هيساعدك النهاردة مش هيساعدك بكرة. وبعد كده انت بتيجي تزعل تقول لا مع السلامة انا ما بيساعدونيش. لا، ما هو في حياة وفي سيركل هو ماشي فيها، فهو عايز يوفق في ده. برضو من الحاجات اللي انت كمان كحد جاي جديد تخلي بالك منها، اي حد او اي حد يطلب منك انك تفتح كريدت كارد تفتحه عمال على بطال. لا، ما ينفعش كريدت كارد انك تعمل تاريخ ائتماني، ده بيقعد فترة مش من اول حاجة. عشان تاخد كريدت كارد وانت لسه جاي جديد، هو بنك واحد اللي هيديها لك. شوف بقى، اسمع من 100 نفر، انا اقول لك الخلاصه. بنك واحد اللي هيديها لك. بنك في امريكا هيديك حاجه اسمها سكيورتي كريدت كارد. سكيورتي كريدت كارد زي ايه؟ هتدفع 500 هتاخد 500، هتدفع 1000 هتاخد 1000. تدفع المقدم ده، هو بيدولك كريدت، وبعد سنه بيرجع لك ال 500 اللي انت دفعتهم. وانت وده احسن طريقه انك تبني كريدت كارد. وعلى فكره الناس حتى اللي جايه ومعاها فيزا دخول امريكا بس تقدر تعمل الكريدت ده، لان انت دفعه، انت دفعه، ده فلوسك. فده اللي انا الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تعملوها، تعمله الكريدت كارد ده من اول ما ترجع امريكا او ما تدخل امريكا. هيساعدك انك تبني تاريخك الائتماني في امريكا. وكل ما بتبتدي بدري
كل ما ده عائد عليك اكتر، كل ما بتعمل كريدت كارد، كل ما تدفع فواتيرك في تاريخك، كل ما بتشتغل بالشيك ويبقى عندك دخل. ما تفرحوش بالكاش، ما تفرحوش بشغل الكاش. شغل الكاش مش هيديك بنفيت كتيره في المستقبل. ما بتدفعش ضرايب عليه مثلا والكلام ده، بس انت كتاريخ ائتماني، كانك تروح تشتري بيت ما تعرفش، تشتري عربيه ما تعرفش، تفتح كريدت كارد ما تعرفش. فاللي انا بقوله ده انك تعمل فواتير باسمك، بيت تأجر شقه باسمك، الغاز، النور، الميه، فاتوره التليفون، كل ده عليه عوامل ان هو بيعلي الكريدت سكور بتاعك او سكور كريدت بتاعك. حلو كده؟ انت جاي بتبتدي من الاول، فانت لازم تاخد بالك من الحاجات دي كلها. يا ريت انا كان يوم جيت هنا في امريكا حد قال لي كده، يعني انا كنت ايه، تعملي اباع كريدت كارد، يا اعمل وبيجي ديكلاين. طب هو بيجي ديكلاين وانا مش فاهمه ايه اللي يعني ايه كريدت كارد، اديك 10% لو انت جيت اكسبت. لا هو مش كده، هو مش كده. ومش اي حد ياخد السوشيال سيكيورتي بتاعك، مش اي حد ياخد السوشيال سيكيورتي بتاعك، لان دي ممكن ياخد كارد، ممكن ياخد يعمل يشتري حاجه باسمك، بيعملوا كل حاجه. ودي منتشره جدا في الجاليات اللاتينو، ان هم بيبيعوا السوشيال سيكيورتي بتاعهم للناس، بيبيعوا السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعهم لحد تاني، يبقى حد مثلا هو مش عايش امريكي بس بياخد السوشيال سيكيورتي بتاع حد تاني، حد اتولد ومشي حاجه كده 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 يعني. انا صادفني حد كان كده. برضو من الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها اول ما نيجي امريكا، غير الكريدت كارد والسوشيال سيكيورتي ورقم الجرين، ما ندوهوش لحد، رقم الجرين برضو ما ندوهوش لحد، انك تبني نفسك بقى، انك ما تعتمدش على حد، انك ما تتكسفش، انك تتكلم على قد ما تقدر، ما تقولش لا انا مش هقدر والاكسنت ومش الاكسنت، لا. ولازم يكون عندك دراية بالقانون بتاع الولاية اللي انت عايش فيها وقانون مكان الشغل اللي انت بتشتغل فيه. مثلا يعني في بعض الشركات تقول لك ممنوع انك تتكلم في السياسة، في شركات تانية ممنوع انك تتكلم في الدين، في شركات تالتة ممنوع تتكلم ولا في ده ولا في ده، تعمل شغلك وتمشي. وكل شركة لها قانون، وكل شركة مش قانون بالاسي، كل شركة لها بالاسي. بصراحة يا جماعة انا بقالي فترة بتعامل اكتر مع العمال، انا كان بقالي فترة ما بتعاملش ولا مع بشر خالص، كنت قاعدة في مكان مقفول عليا وخلاص. مؤخرا بدأت اطلع بقى اتعامل، لا الواحد بيشوف بلاوي، يعني الواحد بيشوف حاجات يعني انا بستغربها. انا مش بدعي المثالية ولا اي حاجة، بس يعني بنشوف حاجات يعني انت ممكن تضيع نفسك على حاجة هبلة. بس خلوا بالكم كل قانون من قوانين الشركات، تخلوا بالكم فيها، مش اي حاجة تعملوها لو انت بتبتدي حياة تبتدي حياتك صح، وتعمل كل حاجة محسوبة. طيب انا بفايل، لازم كمان انت جاي جديد تفايل ضرايب. مش معنى ان انا ما بشتغلش او ان انا بعمل دخل قليل ما فيرش الضرايب، اصلا اقل، لا تفير الضرايب. كل حد هنا على الارض الامريكيه لازم يفير الضرايب او التاكسس بتاعته، ما ينفعش انك تتهرب منها، لازم تعمل ده. زي ما بيدوك حقك لازم تاخد ياخدوا حقه. دي من الحاجات اللي هي مهمه برضو في تاريخك الائتماني هنا، انك تاخد قرض هيقول لك انا عايز ضرايب اخر سنتين، اي قرض هيدولك. وبرضو ما نجيش نقول انا اخدت الجنسية او اخدت الجرين او اخدت السوشيال، عايزة اخد على قرض بيرسونال لون او كريدت كارد، ما فيش الكلام ده. لازم يبقى ليك فترة قاعد هنا وعندك تاريخ ائتماني. مش كل حاجة، مش اي حاجة جهجهون، يعني كل حاجة ليها شروطها وليها طرقها وليها وليها وليها. يعني انا كنت ما اول ما جيت هنا كان هاني يقول لي احنا ممكن ناخد فلوس من المعاش بتاعي ونشتري بيت. لما جينا احتكيت بقى في يعني استقيت في الموقف ده وجبت حد ان انا اشوف حكايه بيت واشتري بيت والكلام ده، قلت ان الكلام ده لا، انا معايا فلوس ممكن داون بيمنت او كلوزنج كوست أو أو, او 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 بس لا، هو لازم رولز، لازم يبقى عندك سكور كريديت، عندك تاريخ ائتماني كويس، عندك هيستوري عندهم، عندك كلير هيستوري، ما عليكش فواتيره متاخره. محدش مثلا يا جماعه يسيب الفواتير، فواتيرك تكون دافعها اول باول، الغاز والميه والنور وفاتوره التليفون والكلام ده.
الكريدت بتاعك ممكن تتعامل على 30%، يعني مثلا صرفت 1000 ممكن تدفع 7000 وتسيب 300 عليك. ده الحاجة الحلوة اللي بيعلي الكريدت بتاعك. لما بنروح نشتري عربية، لو انت معاك كل ثمنها كاش بس عندك اوبشن التقسيط، قسط وسددها على خلال سنة. لو عندك اوبشن التقسيط ده هيفيدك جدا لو انت لسه جاي جديد، انك تعلي الكريدت بتاعك قسط على خلال سنة. طيب يا مريم، طب يعني انا كان بيتقالي كده، كنت جبت في 2013 كنت جبنا العربية النيسان، فانا كنت عايزة ادفع تمنها كله مرة واحدة. فكنت قاعدة مع محامي بتاعي اللي هو اسمه محامي قانوني او المحاسب القانوني حاجة زي كده، فجالي انا هسأل سؤال. انا كنت جايبة العربية في شهر 9 وانا قعدت معاه في شهر 4، فانا قلت له ايه، ادفع لك فلوس العربية كلها مرة واحدة ونخلص؟ قال لي لا. فبقول له ليه؟ قال لي العربية دي انت شاريها في شهر كام؟ قلت له في 9. قال لي طيب، انا بعد سنة من شهر 9، يعني اديلي سنة من شهر 9 من اول بيمنت انت هتدفعيه، عايز ما تدفعليش سنت زياده، انا عايز البيمنت يبقى موجود وتدفعه لي قبل ميعاده. لو انت عايز يعني تعملي حاجه ادفعه لي قبل ميعاده، وبعد السنه عايز تدفعي العربيه كلها ادفعيها. فانا استغربت ده، قال لي ده بيعلي الكريدت، يعني مش انك تدفعها كلها مره واحده او تعمل دبل بيمنت. قال لي لا، بيبص لك ان انت دفعت ازاي خلال سنه. فده كانت من الحاجات برضو اللي انا باخد بالي منها. ممكن ناس تتفق او تختلف، بس ده كان ساعتها، ده كان محامي قانوني او مراجع قانوني او محاسب قانوني كان هو قاعد بيظبط لي الكريدت، عشان كنا ساعتها ساعه البيت الاولاني والكلام ده. فكان من الحاجات اللي قالها لي عليها. وكان في برضو حاجات سكيورتي كريدت كارد بترفع الكريدت بتاعك 100 نقطه، يعني في 100 نقطه. في ناس طبعا بتشتري بوينت، انا بالنسبه لي ما بحبش اشتري بوينت، لان اشتري بوينت انا برمي فلوس في الارض، لكن انا لو دفعت الكريدت الكريدت بتاعي يعلى. بس ف ده حاجات برضو نخلي بالنا منها واحنا لسه جايين جديد. اللغه عمرها ما هتكون عائق، عمر ما اللغه هتكون عائق، انت وشطارتك وخبرتك واكسبيرينس بتاعتك ان انت تقدر تتاقلم هنا. اللغه عمرها ما هتكون عائق، كلنا عندنا اكسنت، الشاطر انه يكمل، الشاطر انه يلاقي شغل، الشاطر اللي يشتغل في مجاله، الشاطر ان النهارده يبقى عارف هو عايز ايه من بكره. امريكا بلد بتدي، وزي ما بتدي بتاخد، زي ما بتدي بتاخد، يعني انت كل ما تديها كل ما تديك، كل ما انت عايز تاخد منها هي مش تديك، هي عايزه اللي يدي، هي عايزه تاخد وتدي، مش عايزه ان حد يدي بس او ياخد بس، لا هي عايزه الاثنين، انك تاخد وهي تديك. تشتغل هتلاقي فلوس، الفلوس دي هتاخدها تصرفها، الصرف ده هتصرفها ايه، على حاجات عاديه ولا على حاجات مهمه؟ الاكل والشوبينج والكلام ده موجود، غير الحاجات اللي انت هتشتري بيوت وعقار واسد، هي عايزه ده. بس استنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريم في بلد امريكا. باي باي.